بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. بقالكم فتره متجوزين وما حصلش حمل، صح؟ وكل الناس بدات تتكلم معاكم بصوت واحد كده، حاجات من نوعيه هو ما فيش حاجه جايه في السكه، هو انتوا مش ناويين تفرحونا ولا ايه، هو انتوا بتاخدوا موانع للحمل يا ابني. يا جماعه سيبوا الناس في حالها. طبعا انتوا رحتوا عند الدكتور وعملتوا تحاليل وطلعت الحمد لله تمام، مفيش اي مشكله كبيره، بس احنا محتاجين ننشط شويه تبويض ونبدا نعمل شويه حاجات تسهل من امكانيات الحمل باذن الله. دي حلقه النهارده من جوه الصيدليه. الحلقه النهارده مهمه جدا جدا جدا، هنتكلم فيها عن تاخر الحمل وازاي ممكن نساعد باستخدام الادويه او انواع معينه من الاكل. لو مهتم تبقى الحلقه دي ليك ومن نصيبك، ويبقى اهلا وسهلا بيك، ويلا بينا نبدا. يلا بينا يلا بينا من جوه الصيدليه. اول حاجه لازم نعرفها او لازم نبقى فاهمينها ان لازم الراجل والست يكونوا فاهمين كويس قوي موضوع الحمل، ويكونوا فاهمين بشكل كبير جدا موضوع الدورة الشهرية بتحصل ازاي وايه دور الهرمونات فيها، لان انت لو مش فاهم الليلة دي هيبقى صعب جدا ان انت تفهم الموضوع. ولو عايز تفهمه فانا كنت عملت فيديو من زمان عن الموضوع ده، وممكن تشوفه دلوقتي وممكن تشوفه تحت، وانا انصحك بشدة ان انت تفهمي ايه دور الهرمونات في حياتك. تاني حاجة عايزكم تعرفوها ان البويضة بعد ما بتطلع من المبيض بتروح قناة فالوب، تمام؟ بيكون قدامها قد ايه بقى؟ بيكون قدامها 24 ساعة بس، وبعدها بتموت، ولازم يحصل الاخصاب في فترة ال 24 ساعة. علشان كده يفضل ان يبقى في حيوانات منوية مستنية البويضة. اول ما البويضة توصل تبدأ الكم مليون يبدأوا يهجموا عليها، واحد من الحيوانات المنوية ينجح ويخترق البويضة ويحصل تخصيب للبويضة، فالبويضة دي تبدأ تكمل رحلتها وتروح تنغرس في بطانة الرحم، ويبدأ يبقى ألف مبروك ويبدأ يحصل الحمل. لكن لو البويضة دي نزلت أو طلعت من المبيض في خلال 24 ساعة وما حصلش جماع، أو الحيوانات المنوية اللي وصلت كانت ضعيفة، أو الحيوانات المنوية ما وصلتش أصلا، أو ما كانش فيه حيوانات منوية، يبقى مش هيحصل أصلا حمل، مش هيحصل تخصيب للبويضة، والبويضة تموت بعد 24 ساعة وتبدأ يحصل دم الدورة الشهرية. عشان كده بقول لكم ارجعوا شوفوا الفيديو لأنه مهم جدا جدا جدا. طب يا دكتور انت قلت لنا ان البويضة بتعيش 24 ساعة، طب الحيوانات المنوية بتعيش قد ايه بقى؟ الحيوانات المنوية بتعيش من 4 لـ5 ايام جوه الرحم، تمام؟ فعشان كده يفضل ان قبل ميعاد التبويض يبقى فيه كماع علشان يبقى عندي حيوانات منوية مستنية. طيب السؤال دلوقتي هو انا اعرف ميعاد التبويض امتى؟ لان اللي فهمته من كلامك ان انت بتقول ان عامل الوقت هو المهم، وان انا لازم ابقى عارف امتى ميعاد التبويض. ميعاد التبويض لو جينا نتكلم فيه هنلاقي ان هو في 4 حاجات ممكن تساعدك او تساعدك انك تعرف ميعاد التبويض لزوجتك. اول حاجه، في حاجه اسمها حاسبه التبويض، في برامج كتير هتلاقوها على الموبايل، وفي حاجه وفي موقع اسمه womanhealth.gov ovulation calculator هتلاقوه موجود دلوقتي وهتلاقوه في صندوق الوصف، ادخلوا عليه حطوا ميعاد الدوره بتاعكم، حطوا امتى اخر يوم، بيحسب لكم امتى ميعاد التبويض بتاعكم، تمام؟ دي كانت اول حاجه. طيب تاني حاجه بيقول لك ان انت يا ست الكل ممكن تقدري تعرفي ميعاد التبويض بتاعك طبقا لحراره جسمك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في يوم التبويض درجة حرارة الجسم بتزيد 0.5 درجة عن الطبيعي، فده معناه ان انا في 6-7 ايام اللي المفروض يحصل فيهم التبويض، لو قلنا مثلا ان الدورة بتاعتك منتظمة، فانت هيبقى عندك من يوم 11 ليوم 17 في الايام دي بيحصل التبويض. لو انت قست درجة الحرارة كل يوم، اليوم اللي تلاقيه زايد 0.5 درجة هو ده يوم التبويض عندك، وان كان ده مش يعني نقدر نقول عليه ان هو حاجة قوية جدا، لان انت ممكن شوية برد اي حاجة ممكن تزود درجة حرارة جسمك. تالت حاجة تقدر تعرفي بيها ميعاد التبويض هو ان الافرازات السائلة الشفافة هتلاقيها زادت كتير جدا في يوم التبويض، ودي برضو حاجة مش كل الناس تعرفها.
كل اللي فات ده ممكن يساعد لكن مش اكيد زي ما قلنا. وهنا يجي دور حاجة زي اختبار التبويض اللي موجود في الصيدليات. اختبار التبويض بيكون عبارة عن 5 أو 7 اختبارات في علبة واحدة. الست بتبدأ تعمل في اسبوع التبويض وبتبدأ تقيس هرمون التبويض اللي هو ليتونايزنج هرمون اللي هو اختصاره الـ LH. الـ LH ده لما بيكون عالي ده معناها ان في indications او في اثبات ان ده معاد التبويض، فبيبدأ يبان على اختبار التبويض، بتبدأ الست تعرف ان النهاردة التبويض. ولما تعرف ان النهاردة التبويض فيفضل ان يحصل جماع في اليوم بتاع التبويض واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، الثلاث ايام اللي هم بتوع التبويض، تمام؟ وان كان في ناس بتقول لك والله احنا في اسبوع التبويض كله يفضل ان يحصل جماع، يوم ويوم لا. طب معلش يا دكتور استحملني بس هسألك سؤال. طب انا سمعت ان 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 في اوضاع معينه الراجل والست لازم يعملوها علشان خاطر يحصل حمل. سمعت كمان ان هو بعد الجماع يفضل ان الست ترفع رجليها لفوق كده شويه علشان يعني يحصل حمل. هو الكلام ده صح؟ الكلام ده صحيح يعني نعمله ولا ايه؟ واخر حاجه كمان سمعتها والله معلش انا عارف ان انت اتضايقت مني بس اسمعني معلش. اخر حاجه سمعت كمان ان هو لو بس لو الست وصلت للنشوة الجنسية أثناء الجماع ده بيكون عامل مساعد إن هي تحمل بشكل أسرع وأسرع. هو ده صح؟ بص يا وائل هقولك كل الحاجات اللي انت قلت عليها واللي سألت عليها دلوقتي، بص مفيش حاجة بتقول إن هي مؤكدة، هو ده كده كلام بيتقال. ستات ممكن تكون جربت حاجة من الحاجات دي ولقت إن هي جابت نتيجة، فممكن، فمفيش ما يمنع ان انت تعملها، مفيش حاجة طبية تمنع ان انت تعملها، لكن مفيش حاجة علمية مؤكدة بتؤكد اي حاجة من الحاجات دي، تمام؟ الحاجة العلمية اللي مؤكدة تماما اللي انت لازم تاخد بالك منها هو نوع المزلق الحميم اللي انت بتستخدمه. لو كان في جفاف عند السيدة وانت كنت بتستخدمه مزلق حميمة من الانواع اللي هي تقيلة، اللي هي الانواع زي الديوركس اللي هو بيبقى شويه تقيل كده عامل زي الجل، او الزيوت التقيله زي زيت الزيتون مثلا او زيوت تقيله شويه، فيفضل تماما ان انتوا تبطلوا تستخدموها خالص. ليه بقى؟ لان الزيوت دي يا اما بيبقى ليها تاثيرين، اول حاجه بتبطئ حركه الحيوانات المنويه وده ياثر سلبا على وصولها وياثر سلبا على احتماليه الحمل. تاني حاجه حاجات كتير منها بيبقى ليها عامل او دور في ان هي تموت الحيوانات المنوية. طب معلش هاجي لك تاني. طب احنا لازم نستخدم مزلق، فقلنا على نوع ينفع نستخدمه ما يعطلش او ما يعملش مشاكل لو احنا عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى فيه حمل، نعمل ايه؟ بص يا وائل، في الصيدليات مزلقات احنا بنقول عليها مزلقات امنة للحيوانات المنوية. هي بتبقى غالية شوية، احنا حاجات زي الايه اللي هي الكونسيف بلس ده مثلا من الحاجات اللي مكتوب عليه امن للحيوانات المنويه. في حاجات اسمها ساسمور، البراند اللي هو ساسمور، الحاجات دي كلها برضو امنه للحيوانات المنويه. طيب الحاجات دي غاليه وانت مش قادر تجيبها، فانت في حاجه موجوده في السوق اللي هو المينرال اويل، حاجات زي البايو اويل. البايو اويل ده من الحاجات الجميله اللي ممكن تستخدم وما فيهاش اي مشاكل خالص. تاني حاجه وائل تاخد بالك منها هو نوع الغسول النسائي اللي بتستخدمه. انواع كتير من الغسول النسائي بتبدا تشتغل على قلويه وحموضه المهبل، وده بيأثر بشكل كبير جدا زي ما قلنا في الاول على احتماليه الحمل. هو المشكله عندنا هنا ان هو زياده الحموضه بشكل كبير جدا ممكن تاثر ان هي تقتل الحيوانات المنويه، لكن في بعض الاحيان احنا بنستخدم عامل القلويه وعامل الحموضه ده لو احنا عايزين يبقى ان شاء الله الحمل بولد او بنت. وكنت اتكلمت وشرحت الطريقه وشرحت عنصر الوقت امتى يفضل الجماع وامتى يفضل الغسول وامتى يفضل الاثنين مع بعض، وكنت شرحتهم في فيديو حلو جدا ممكن تشوفوه برده في صندوق الوصف، كنت اتكلمت فيه عن الحمل بولد. دلوقتي احنا هنروح للعلاج المساعد سواء من البيت او من الصيدليه. في البيت لو احنا محتاجين حاجة تحسن من جودة البويضات وتساعد وتسهل من الحمل بإذن الله، يبقى احنا محتاجين ايه؟ يبقى احنا محتاجين ان احنا ناكل حاجات زي السلمون، ناكل حاجات زي الاستروس اللي هي القواقع اللي هي دي صورتها،
تمام، محتاجين ناكل التين بشكل كتير، محتاجين ناكل بطاطا حلوه، محتاجين ناكل الفاصوليا البيضاء والفاصوليا السوداء دلوقتي، يعني الحاجات دي محتاجين ناكلها بكميات كبيره. طبعا لازم نبقى عارفين ان في عقبه كبيره جدا في الحمل هو موضوع زياده الوزن. زياده الوزن بيعمل عقبه كبيره جدا في الحمل، فاحنا لازم نبدا نشتغل على موضوع زياده الوزن ده ونقلل الوزن ونلعب رياضه شويه. اما بالنسبه للصيدليه فالموضوع متشعب، وللاسف شركات كتير جدا بيدوا حاجات تعبانه مش بتجيب نتيجه، وسعرها غالي جدا، بيوصل تقريبا 500 ل 600 درهم للعلبه الواحده. العلبه دي يمكن بتكفي 15 20 يوم، وللاسف انا مش من مشجعين الكلام ده. فانا هقول لكم دلوقتي على حاجات ممكن تدوروا عليها تشتروها، سواء هي كانت لوحدها او كانت مع حاجات تانية، بس اكيد دلوقتي انت تبقى عارف او عارفة انت محتاجة تشتري ايه، وما تروحيش بس للحاجات اللي هي ليها اسم رنان وخلاص، لانه في الاول وفي الاخر اسمعي مني، انا صيدلي وبقولك بيبقى كلام فاضي. اول حاجة في نظرية العلاج اللي احنا لازم نشتغل بيها ولازم نفكر فيها، هو ان احنا محتاجين نزود تدفق الدم وزيادة الدورة الدموية خصوصا لمنطقة الحوض، علشان الدم يوصل للمبيض، فنبدأ نساعد المبيض ان هو ايه، ان هو يخلق بويضات، والبويضات دي تنتج بسرعة وما يبقاش فيها قلق وما يبقاش فيها اي مشاكل. ايه الحاجات اللي بتعمل الكلام ده؟ اول حاجة بتعمل الكلام ده هو الـ L-Arginine، والـ L-Arginine كنا اتكلمنا عليه قبل كده، هناخده بتركيز قد ايه؟ بتركيز 2 جرام في اليوم. تاني حاجة هناخدها في العلاج هي مضادات الاكسدة. مضادات الأكسدة، أنا ليه محتاج مضاد الأكسدة؟ لأن أنا محتاج أحمل مبيض ومحتاج أحمل بويضات من أي ضرر يجيها، لأن أنا لو عندي بويضة لكن البويضة دي مش تمام، البويضة دي فيها مشكلة، فإيه اللي هيحصل؟ الحمل مش هيحصل، أو لو حصل الحمل ممكن الحمل ده ما يكملش. فأنا محتاج أحمي عندي البويضة دي بشكل كبير جدا، وأخلي البويضة دي عندي أخليها بريمو. ايه الحاجات اللي ممكن تخلي البويضة بريمو؟ لو البويضة بريمو عندي ايه اللي هيحصل؟ امكانية حدوث الحمل عندك تتضاعف. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها؟ اول حاجة تيجي في بالنا لما نيجي نفكر على حاجة مضادة للأكسدة وحاجة تدينا طاقة وحاجة قوية جدا، يبقى ايه؟ يبقى الانزيم المساعد 10، الكو انزيم Q10. هناخد بتركيز قد ايه؟ هناخد بتركيز 200 ملي جرام، تمام؟ وانا هطلع لكم الصور بتاع المنتجات كلها وانا بشرح. تاني حاجة في مضادات الاكسدة هو الاسيتايل سيستين، اللي هو زي الاي سي سي لونج، اللي هو اللي بيدوب البلغم ده، لكن هو ليه مضاد للاكسدة حلو جدا، وليه دور كمان في ان هو يزود البرفورمانس ويزود يعني ويزود الاداء بتاع البويضات. تالت حاجة لازم ناخدها، ناخد حبوب السيلينيوم، ده بالنسبة للأكسدة. طيب الجزء الثالث من العلاج هو ان احنا نزود الحرق ونقلل مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين تكون موجودة بشكل كبير جدا مع تكيس المبايض. طيب بناخد ايه؟ ايه اكتر حاجة بتعالج مقاومة الانسولين؟ هو الانيسيتول. والانيسيتول في كتب كتير جدا، او في ناس بتقول اللي هو فيتامين ب 8، لكن هو ملوش علاقة بفيتامين ب خالص. هو ليه علاقة بفيتامين ب، بس هو مش فيتامين اصلا. هو من الحاجات اللي بتقلل مقاومة الانسولين جدا، وبتبدأ تساعد الجسم ان هو بدل يبدأ ميخزنش النشويات كدهون، فيبدأ يساعد الست ان هي تخس اكتر، ويبدأ يساعد المبيض في ان هو يخلق بويضات بشكل احسن. الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ممكن تجيب كل حاجة لوحدها وتاخدها، او ممكن تلاقيها مع بعض، بس هتلاقي حاجة او اتنين من الحاجات اللي احنا قلنا عليها ناقصة، بس انت ممكن تكملهم من بره لوحدهم. زي ايه؟ عندنا حاجات زي الفوركوفا، عندنا حاجات زي البروكسيد وومن، عندنا حاجات زي الاف تي 500. بالشكل كده لحد هنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. من الفيديو لو احنا اختصرنا الفيديو نفهم ايه؟ نفهم ان احنا لو ما عندناش مشاكل في التحاليل او الاشعاعات، يبقى احنا محتاجين بس ان احنا نشتغل اكتر على الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها عشان تزود فرص الحمل زي ما اتكلمنا في الفيديو. اما لو في مشكلة فاحنا لازم نروح نعالج المشكلة دي من بابها. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديوهات اللي احنا قلنا عليها، علشان في حاجات كتير انا حاولت اختصرها في الفيديو ده ما اتكلمتش عليها، لان انا كنت شرحتها في فيديوهات قبل كده. فانت افضل جدا انكم تروحوا تشوفوا الفيديوهات الاول وترجعوا تاني تشوف الفيديو هنا.
علشان يكون الصورة واضحة ونكون قفلنا الموضوع من أوله لآخره. وبس كده، دمتم في نعمة، دمتم في صحة، ويا رب يدي كل الناس ويطعم كل الناس، ويا رب ما يحرم حد من إحساس الأبوة أو إحساس الأمومة، لأنه إحساس جميل. أشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. سلام. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله إنك تعمل اشتراك أو سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه أول بأول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لأننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة. شكرا جزيلا، عمرو أبو.